مساء الخير على احلى جمهور في الدنيا مساء الخير على كل أهلوية اللي بيضاعوا معانا حلقه النهارده من السادسه تحياتي ليكم قفلنا صفحه الدوري والاهم العلامه الكامله يعني انا عارف طبعا انه العرض امبارح ما كانش سيء وما كانش احسن حاجه يعني خلينا نقول عرض متوسط درجه جيد جدا ما بين الامتياز وما بين الجيد في درجه في النص كده لانه خلينا يعني نقول انه في اجابات كتير جدا انا اللي يهمني اقف معاه النهارده بالتفصيل كلام مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي وده هتعرض له على مدار الحلقه لكن انا بشوف الحقيقه انه من اجابات ماتش امبارح طبعا بالاضافه ثلاثة بونت حتى النهارده بتقرب بشكل كبير جدا من لقب الدوري ثلاثة بونت وصلوك ل 62 نقطه 62 نقطه اقرب منافس ليك بيراميدز 58 نقطه يتبقى البيراميدز ست مباريات ست مباريات إذا حصل فيهم على العلامة الكاملة 18 نقطة يوصل ل 78 ده مع... يوصل ل 76 أنا آسف 76 نقطة سقف أول أو أقرب منافس ليك في بطولة الدوري يعني أنت عندك دلوقتي وأنت بتلعب 24 مباراة ومتبقي ليك 10 مباريات 62 نقطة عشان توصل للنقطة 77 محتاج من ال 10 مباريات دول خمسة مكسب بس خمسة مكسب والخمسة مكسب فوائده مش بس ان هم يحسموا لقب البطوله للنادي الاهلي لكن كمان يخلوك تخلص السيزون بدري بدري وتريح لعيبتك بدري بدري وتجرب لعبتك بدري بدري وكل حاجه بدري بدري واللي جاي بعد نهائي دوري الابطال باذن الله في المتناول وسهل وسهل من بعده نفتح كل ملفاتنا ونتكلم في كل مشاكلنا ونشوف ازاي هنحضر للاهلي في الموسم الجديد فجميل انك انت كسبت التسعه بنت نمره اثنين شكل واداء النادي الاهلي وهو مش مرضي الجماهير نادي الاهلي الحقيقه كان في منتهى الايجابيه انت على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى صناعه الفرص وعلى مستوى الفرص المؤكده وعلى مستوى البصا... لا في كل حاجه عملتها في الكوره مشكلتك الوحيده كانت امبارح ودي يمكن تكون بروفا كويسه وكويس انه كابتن حلمي طولان لعب بالطريقه دي لانه ده ممكن يكون الشكل الاقرب لمباراه الوداد في القاهره هنا قصتك الوحيده ومشكلتك الوحيده ودي اللي اتكلم عليها مستر كولر في المؤتمر الصح فيها فكره اهدار الفرص السهله، الفرص المؤكده. امبارح الاهلي استمرارا لاهدار مسلسل الفرص او لمسلسل اهدار الفرص الاهلي مضيع اربع خمس تجوان مرتاح ونتيجه المباراه كانت ممكن تخلص بفارق كبير جدا، لكن في جميع الاحوال عندنا وقت وخصوصا انه احنا اتفقنا انه اللعب في الدوري يختلف تماما عن اللعب في نهائي دوري الابطال.